بعض القتلة كيهاجموا غرباء ما كيعرفوهمش، والبعض كيستهدف الضعفاء بما في ذلك النساء والأطفال والناس الكبار في العمر، والبعض كيستهدفوا أشخاص اللي قرابين منهم كيعرفوهم مزيان وكيقتلوهم، إما من أجل الحصول على المال أو الانتقام أو لأغراض جنسية أو عن طريق الكراهية. القاسم المشترك بين هاد المجرمين اللي كيخطوا بدقة لجرائمهم هو أنهم كيعيشوا بيناتنا في مدننا في شوارعنا، هما بحالنا ولكنهم قادرين على الغدر. شياطين في صفة إنسان، يقدر يكون موضع ترحيب في أي مكان وإحنا ما عارفينش. السلام عليكم ومرحبا بكم في قضية جديدة. القصة ديال اليوم غادي تاخدنا لتركيا وبالضبط لإسطنبول، واحد العائلة مكونة من الأب والأم، عندهم جوج وليدات ولد وبنت. البنت اسمها إقبال وهي بطلة القصة ديالنا. إقبال كانت عايشة في عائلة بسيطة متماسكة ومتحابة مع بعضياتها. كانت إقبال اجتماعية، عندها بزاف ديال الأصدقاء والصديقات، ومن بين هاد الأصدقاء كان واحد الشخص اللي سميته سميح. سميح كان عنده 19 عام بحاله بحال إقبال، تهي كانت عندها 19 عام. عاش سميح في أسرة كذلك بسيطة مكونة من الأب والأم وأخ اللي كان كبر منه. سميح كان شخص انطوائي، ما عندوش صداقات مع الناس، كان كيقضي معظم الوقت دياله إما جالس قدام الكمبيوتر، إما كان تيمشي يعاون باه اللي كان عنده محل ديال تجزارت. سميح بطريقة ما غادي يتعرف على إقبال وغادي يدخلوا في علاقة اللي دامت لسنين وسنين، قبل ما إقبال تنهي هاد العلاقة بسبب تصرفات سميح. هاد الأخير ما تقبلش هاد الانفصال وبقى كيطارد إقبال فيما مشات وفيما جات، هو تابعها لدرجة أنها حتى المدرسة ما بقتش كتقدر تمشي ليها. والديها بحكم أنهم خافوا عليها من سميح فغادي يحولوها أنها تبدأ تقرأ من الدار، تقرأ عن بعد حتى تبقى في الأمان وتبقى تحت العيون ديالهم. والدين إقبال ما غاديش يوقفوا هنا وغادي يمشيوا للشرطة وغادي يسجلوا شكاية ضد سميح بعدم التعرض لبنتهم سميح واللي ولا مهووس بإقبال ولا حاضيها وكيهددها أنه غادي ينهي حياتها إلى ما رجعتش ليه. أب إقبال غادي يقرر أنه يستعن بواحد الصديق اللي كان شرطي صاحبه باش يجمع معلومات على هاد سميح ويعرف علاش كيتصرف هكا مع بنته، واللي وصلوا صدموا حرفيا. سميح كان مريض نفسي وعنده بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الشكايات عند مركز الشرطة، وكان دخل عدة مرات المستشفى الأمراض العقلية وكان كيهرب من دارهم. ملي عرفوا العائلة هاد المعلومات بدو كيستوعبوا بعد التصرفات اللي كان كيديرها سميح وما كانوش فاهمينها. سميح كان إنسان اللي ملتزم دينيا وهادشي جا على لسان الوالد ديالو في التصريحات اللي داروها معاه بعض الصحفيين، وقال بأنه كان دائما كيصلي، كان داخل سوق راسه، ولكن غادي تغير السلوك ديالو من بعد الحجر الصحي. وقال بأن سميح بدا كيعاني من مشاكل نفسية وبدا كيتعاطى المخدرات وكان كيشرب الخمر وكيقضي معظم الوقت في البيت ديالو جالس بوحده، لدرجة أن الأب ديالو قالك حتى ملي كندخلوا البيت ديالو كيلقاو شي رسومات مثل الشياطين، وملي كيسولو كيقول لهم نتوما ما عارفين والو، ما غادي تفهموا حتى شي حاجة، وطريقة تفكيرنا مختلفة على طريقة تفكيركم. من بعد ما انفصل سميح على إقبال تقريبا عام، غادي يقول الأب أنه بدا كيخرج مع صديقة ديالو جديدة اللي هي عائشة نور. قال الأب بأن عائشة كانت كتجي عندهم الدار كل يوم اثنين، كانوا كيجلسوا في الدار بوحديتهم لمدة ساعات ساعات وعمر شي حاجة زعما موقعات، ولكن نهار اللي غادي توقع فيه الحادثة واللي هو 4 أكتوبر 2024 بالضبط مع 10:44 دقيقة. قال الأب أنه اتصل بسميح وقال لي أنه غادي يجي معطل بسبب العمل. غادي يجاوبه سميح وغادي يقول ليه ماشي مشكل، أنا راه كاينة معايا عائشة في الدار. ومن بعد ساعات قليلة على اتصاله بسميح غادي يتصل به مراته وغادي تقول لي جي راه الشرطة عندنا في
في الدار. الشرطة من بعد ما تلقاو اتصالات عديدة من الناس اللي شهدوا على واقعة مقتل إقبال على يد سميح واحد القلعة سميتها قلعة فاتح في إسطنبول. غادي تلاقى سميح وإقبال في هذيك القلعة، وبدون مقدمات غادي يهجم عليها وغادي يقطع راسها ويرميه من فوق السور. الناس اللي سمعوا الغوات ديال إقبال وشافوا الراس طايح في الأرض صدموا، حتى واحد فيهم ما قدر يتدخل نهائيا. ماما إقبال كانت كتصل عليها في الهاتف، غادي يهزو سميح وغادي يجاوب وغادي يقول لها بنتك في أمان، ومن بعد غادي يرمي هذاك التليفون وغادي يرمي راسو حتى هو وغادي ينتحر. من بعد دقائق معدودة غادي يتعلن على الوفاة ديالو. أم إقبال اللي غادي يجاوبها شخص آخر في التليفون غادي يقول لها راه التليفون لقيناه بجنب القلعة، جي باش تاخديه. غادي تجي وغادي تشوف هذاك المنظر ديال بنتها، ولكم أن تتخيلوا الصدمة ديال الأم. الشرطة اللي جات لمكان الأحداث وتعرفت على المجرم غادي يمشيو للدار ديالو باش يشوفوا العائلة ويتواصلوا معاهم، وملي غادي يوصلوا غادي يلقاو المفاجأة الثانية وهي جثة عائشة نور. عائشة اللي كانت أول ضحايا، أول وحدة اللي قتلها سليم، وكذلك قطع الرأس ديالها وفصلوا على الجسد، وبعض المصادر كتقول أنه قطعها القطع. القصة هي قصة مروعة بكل المقاييس، هزات تركيا بصفة خاصة والعالم ككل بصفة عامة. طبيعة الحال ما غاديش يكون فيها حكم لأن المجرم حتى هو مات. هاد المجرم اللي كان كيخطط للجريمة ديالو من عام، وهو العام اللي ينفصل فيه على إقبال. سليم نعزل ورعك بعد الله شون السلام سونلار benim yüzümden yaşamış olduklarım için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzel benim için her şey. Korkmana ya da endişe etmeye gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bir gün beni gördün mü? Oraya seni öldürmüştüm. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Ve bu insan... Bu insanın senin sen olması daha değerli. Kalbini çıkan gözlerini... Biliyorsun zaten onu. Bekledim. Apartmanın altında bekledim. Müsaadesiz. Belki bekledim. Normalde normal bir gün yaşasaydım böyle bir şey olacaktım. İyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürsem ben de cehennemin yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Canlı bir insan olarak, canlı bir zihin olarak. O yüzden tek başıma gideceğim. Kimseyi öldürmeyeceğim. جنازة سميح غادي تدار تحت حراسة أمنية مشددة، وغادي يحضروها فقط ثلاثة الناس من العائلة ديالو، لأن الشرطة كانوا خايفين أن الناس يهجموا على عائلة سميح. أما جنازة إقبال وعائشة فكانت جنازة مهيبة بكل المقاييس، حضروها ناس كتار وكان منظر عائلتهم يقطع القلب. الله يرحم الضحيتين ويصبر عائلتهم على هذا المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. القصة ديالنا غادي تسالي هنا. يا إلا عجبكم هذا الفيديو، عجبتكم طريقة الصرد ديالي، ما تنساوش ديروا لي لايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. إلى اللقاء في قصة جديدة وفيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.